بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تحية إلى الأمة العربية. اليوم أريد أن أقدم رسالة كنصيحة إلى الأمة العربية، وبادئ ببدء أنني أعتذر لأن المستوى الثقافي بسيط جدا، ربما التعبير ما يكونش في المستوى المطلوب، أستسمح وأكرر هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وأمة محمد من النار. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي قال الله سبحانه وتعالى في حقها: وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، صدق الله العظيم. هذه الأمة وصف الله سبحانه وتعالى بأنها كتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهي خير أمة أخرجت للناس، كما أشار في هذه الآية إلى أهل الكتاب، يقول أن كثيرا منهم الفاسقون وقليل منهم المؤمنون سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، صدق الله العظيم. من الفاسقون؟ من هذول اللي ذكروا في هذه الآية الأولى من أهل الكتاب، قليل منهم لهما يا حيث قال وأكثرهم الفاسقون، منهم يعني المؤمنون، يعني عبر الله هنا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، يعني هاد الناس اللي كيكونوا أعداء الله فهم الفاسقون. والله سبحانه وتعالى أكد هذه الأمة العدو ديالها في سورة المائدة، حيث قال: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا واكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، صدق الله العظيم. الأمة العربية يعني طاحت في واحد البدعة وفتنة وضجة، وأن هذا الأمر سببه وهو الالتزام أو الخضوع إلى القانون الوضعي والتخلي عن شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه اليهود اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية سورة المائدة، تعلمون بأن اليهود كانوا منتشرين في العالم وكانوا يطلعون على العالم ويدرسون الأفكار والآراء والتربية وجميع ما يكون في الحياة، كانوا يعني مشغولين بهذا الأمر، وهم في اتصال دائما مع إسرائيل، إلى أنها تكونت واحد الشرذمة مؤخرا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، فكروا باش يديروا واحد الشرذمة
ومشاو لامريكا، لان الامريكا تكتشف في الاخر يعني الخطه ديال اليهود، قالوا بانهم غاديين يمشيوا يستغلوا هذا الشعب، وفعلا استغلوا هذا الشعب الامريكي على انهم هما من اصل امريكيين وهما يهود ويتلقون التعليمات والاوامر والتوصيات من اسرائيل الاصل ديالهم. يعني خدعوا الشعب الامريكي، وفي نفس الوقت خلقوا واحد قانون سموه هذا القانون الوضعي الدولي، صعوبة ملي كيتحكموا فيه ما بين الدول، لان اليهود قراوا القران وقراوا الاحاديث، والنهار اللي نزلت في اخر اللي عرفوا هذيك الايه، اخر ايه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هنا استوعبوا بانه هويا راه من البدايه ديالهم، من اللي خلق ادم عليه الصلاه والسلام وقع ذاك الخلاف مع قابيل وهابيل، واحد من هذا قابيل قتل اخوه او الاخر اللي قتل الاخر، على ايين عرفوا بانهم هما يعني خاطئين، لانهما كانوا كيكفرون بايات الله وكانوا يقتلون الانبياء بغير حق. معنى هذا في حد ذاته فهو عمل ارهابي، يعني كانوا كيقوموا به اهل الكتاب خلال الملايين التي مرت من السنين. كل امه وكل رسول اتى الا كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين. هذه الايه الاخيره نزلت على سيدنا محمد، عرفوا بانهما راهما مجرمين وغادي للنار، حيث حسب الايه ديال كاينه في سوره المائده، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. انتبهوا من هذه الاوامر. وفي واحد الحديث قدسي يقول نصيب النار من بني ادم، يعني فهذيك راه ادم عليه الصلاه والسلام امر الله سبحانه وتعالى باش يخرج النصيب ديال النار من الذريه ديالو، فاذا امر الله باش يخرج 99% او 999 في الالف. وفي هذا الحديث هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سالوا الناس قالوا يا رسول الله اذا اخرج منا 99 ماذا يقال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي في الامم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو إن أمتي في الأمم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. يعني واحد في الآلف اللي غادي يمشي قال لهم من نحن يا النار. هاد اليهود نعلهم الله يعني فكروا اش داروا، وكونوا هذيك النخبة وحطوها في أمريكا، استغلوا بها الشعب الأمريكي خدعوه، وكذلك خدعوا العالم. والهدف ديالهم هو هذه الأمة الإسلامية، أمة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنها خصهم يطيحوها في الهفوات ويؤديوا بها إلى جهنم. لهذا الإخوان في الأمة العربية خصنا نستوعبوا هذه الحروب وهذه الثورات اللي قاموا بها الدول العربية المسلمة داخل الدول العربية، فهي في حد ذاتها صنع يهودي. أولا كيطيحوا الأمة المحمدية باش تمشي جهنم. ثانيا كيعطيو صورة ديال المسلمين في الدول ديالهم اش دايرين من قتال ومن يعني ملي كتولي الفتنة ولات اشد من القتل. هاد الفتنة كيوريوها هما، كيبينوها للشعب الامريكي، لان الشعب الامريكي خصو ما يعرف على الاسلام الا الاشياء القبيحه، خوفا من الشعب اللي يعني فهم الاسلام يعني ويعتنق الاسلام. ومع العلم ان الاسلام كينتشر في امريكا داخل امريكا، وهما كيشوفوا عاطين صوره وعاطين واحد المرايه في العالم، كيشوفوا هذا كيشوف الشعب الامريكي باش ما يتأثرش بالإسلام وباش ما يعتنقش الإسلام. لهذا الإخوان أنهم
شوف قلنا ملي قلنا الله سبحانه وتعالى اكد ولا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا الى اخر صدق الله العظيم ان حتى التاريخ بين لنا في هذه الايام الاخيره في القرن السابق 1979 بعد الثوره الايرانيه الاسلاميه انهم خاضوا الشعب الايراني والدوله الايرانيه فكلها عدوه لهم وجعلوها ان تكون عدوه لباقي الدول العربيه الاسلاميه. اولا لانهم تحرموا من البترول، هذه هدف ديال الولايات المتحده. النتيجه ديال اليهود انهم خاصهم يديروا الفتنه باش يعني يبدا القتال ويبدا النسبه المئويه في الامه العربيه تمشي لجهنم، يعني تطلع ديك النسبه. لا كيفاش غادي يديروا باش يخدعوا العالم العربي؟ قالوا لهم المخابرات الامريكيه بعد الثوره قالوا للعرب قالوا بانه ورا الخميني غادي يدير امبراطوريه اسلاميه وغادي يقضي على جميع الكراسي، لانه هو كانت ايران تسمى الفرس كانت القوه الثالثه خاصها الضعاف وباش تبقى عندهم هما القوه في يديهم. العرب امنوا بالفكره وجعلت هي خلافات ما بين ايران والدول العربيه الاسلاميه حينها عزلتها عليهم وجعلت الدول العربية في موقع خوف من القوه الايرانيه الاسلاميه. الا ان العرب جاءوا لجانب العراق وقاموا حرب سموها حرب عقيده غيره على العقيده ديالهم وعلى الشريعه. قالوا بان الخميني يقول ان الامام اقرب الى الله من الرسل والملائكه وكفروه وداروا حرب ضده ودامت 8 سنوات. وملي انتهت الحرب عاش الخميني سنه بعد الحرب ما فكرش باش تكون امبراطوريه اسلاميه. معنى هذا ان المخابرات الامريكيه كلها كذوب، ولو كانت على صواب خاصة تعلم بانه والعالم بانه او تعلم ايران قبل ما تكون عندكم واحد الثوره. وهذا هو سحر يهودي صهيوني محض كيسحروا به الامه العربيه. بعد ما صدام الله يرحمه سالت في الحرب قال واحد الكلمة حول النفط أنهما مسؤوليته هو خلافات ما بينه وما بين الكويت وداروا حرب ما بين العراق وما بين الكويت. هذه الحرب اللي داروها مع العراق سنين وهما كيتأمروا عليها وكيشوفوا واش غادي يتسلكهم يديروا حرب ولا ما يتسلكهمش، فكروا يضربوا البرج ديالهم، فكروا يديروا شي خزعبيلات، فكروا أنهم يضربوا الطالبان. وعند سكوت العرب اللي ضربوا الطالبان انهم قالوا بان العرب ما يهضروش غنمشيو دابا لصدام. فعلا مشاو لصدام. الحرب اللي داروها ضد صدام انه كانوا باغيين صدام يقطعوا عليه القبض، صدقوا ديال الحرب على الشعب ودمروا الشعب وما دمروش المنشآت البترولية. وهذاك الشعب اللي كانوا مشاو اللي دمروه يعني داروا واحد الخدعة القوة الأوروبية، حيث أن بوش الأب دار التصويره ديالو في الالبسه في التريكوات ووزعها في العراق، ولا العالم كيشوف الشعب العراقي كيحمل ديك الكماره المجرمه ديال بوش في صدره. كيقول الاوروبا يلاه نقضوا هذوك الناس، هذاك الشعب الفقير المسكين نقضوا من هذاك الديكتاتوري. فاذا لم يستطيعوا ان يلقوا القبض على الديكتاتوري واخذوا يضربون في الشعب في الابرياء ولا يضربون المنشآت البترولية، وهذا كيتسمى حرب، كيتسمى جريمة ديال الحرب. ما كتعاقبش عليها أمريكا، ما كتعاقبش عليها إسرائيل، العرب كلهم ساكتين. آخر المطاف ملي كانوا داروا دوك المنظمات والمساعدات والهيئات وكذا والحقوقية وإلى آخره، خضروا بها العالم العربي الإسلامي، وجات بها المناسبة كسبوا الشعوب وحيدوا زمام الامر من يد القداس ودوزوها ليد الشعوب جماعه وفرادى ودفعوهم باش يديروا هذه الثوره. لان هذه الثوره دفعوا الناس باش يديروها في الدول العربيه خوفا
من الاتحاد الأوروبي أو القوى الأوروبية أن تنسحب من الأمم المتحدة. قالوا لهم على أننا غادي تشوفوا العرب اش غادي يديروا، راهم غير حيوانات، راهم فاعلين تاركين، حنا غادي ندفعوهم، راهم ساهلين في الاستعمال، وراه انتوما اللي غادي تمشيو، ملي غادي يطيحوا بالطيح الأنظمة انتوما اللي غادي تمشيو تكونوا حكومات، انتوما اللي غادي تتحكموا في الإنتاج ديال الدول العربية. بعض الدول ما فهمت شيء، نفذت هذه الثورة ضد الرؤساء. في الأخير المطاف هي هذيك الثورة ما نجحتش ليهم، ما نجحتش، وقع ليهم موقع فرعون مع سيدنا موسى، أن فرعون ملي تنبأ بأنه غادي يجي واحد الطفل اللي غادي يقاومه، أمر على أن في المد زاد تخلق شي وليد خصو يموت، يبقاو غير البنات. فإن الحكمة ديال الله سبحانه وتعالى سخرها، حتى أن فرعون ربى سيدنا موسى وهو عدو له. هاد الناس اللي كانوا ظانين بهم بأنهم هما غادي يمشيو للدول العربية ويتحكموا في الدول العربية، صبحوهم هنا في أوروبا كيتلقاو لهذوك الناس في البحار، ويعني وينقذوهم ويقدموا لهم المساعدات ويجيبوهم لهنا لأوروبا ويعتنيوا بهم من كل العناية، لأن العناية اللي كيعتنيوا بهم يعني ما اعتنوش بها الدول العربية بهذه الشعوب اللي نادى فيها هذه الحروب. وبهذا المنظر هذا وبهذه الصورة هذه كمرآة كيقولوا للشعب الأمريكي شوف الإسلام اش داير، إسلام هماج، إسلام فوضاوي، الإسلام إسلام قتل، والإسلام لا يدعي إلى القتل ولا يدعي إلى العنف ولا يدعي إلى الحرب. الإسلام يحرم الحرب ويحرم الإرهاب، والإسلام يدعو إلى التعايش وإلى الأخوة وإلى الرحمة وإلى المساعدة. وهاد الناس كيعطوا صورة غالطة باش يبقاو هما مهيمنين، وبغاو يهيمنوا على الاقتصاد العربي. هذه بالنسبة لأمريكا واليهود إسرائيل، أنهم خصهم يؤديوا الهدف ديالهم هو أن الأمة العربية خصها تمشي لجهنم، ديال الأعمال ديال الحرام. ولهذا كنقولوا على أن المملكة السعودية بالنسبة للدول العربية هي يعني هي القدوة، وخص تكون هي المثال الأعلى. يعني الأم هذيك المملكة السعودية صبحت كتخدع هذا القانون الوضعي وتخدع الأمم المتحدة، وهي كتلقى الأمم المتحدة أوامر صهيونية يهودية. هنا خصنا نستوعب هذه المسائل هذه، وخصنا هاد الناس، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جمعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه النصيحة كنقدموها لجميع الدول العربية، وعلى رأس الدول العربية أنها المملكة السعودية. المملكة السعودية راها في خطر، وراه بدا كيستولي عليها العدو كالذئب، لأنه لا الرسول لا يأكل الذئب إلا من الغنم القاسية. المملكة السعودية يعني ما تبقاش الشريعة حرفيا، وأنها كتخضع لهذا القانون الوضعي، وهذا القانون الوضعي غادي يؤدي بها للهلاك. وإذا ما أدى بها إلى الهلاك هي كالرأس ديال الأمة العربية، يعني باقي الجسد غادي يصبح حش، وغادي يصبح سهل استعمال يد العدو. المثال اللي غنعطيكم على المملكة السعودية أنهم اللي قام الحرب ما بين العراق والكويت هي فدات، وبقى الآن الله أعلم كتفدي في جنود أمريكية اللي سقطت في هذيك الحرب. سألنا في 98، هذا الشيء طلعنا عليه في 98، سألنا المواطن السعودي كيقول لك أودي راه جات علاش كتأدي هذا المبلغ؟ قال لك جات باش تحميها. شنو هو المبلغ؟ بغض النظر على البترول، وبغض النظر على موسم الحج، وبغض النظر على العمرة سنويا، يعني العمرة سنويا راه بحال واحد بالنسبة للدول الأخرى، نادك راه عليه السياحة في السعودية، يعني راها يعني عندها واحد المردودية مهمة. هذا لا الحج ولا العمرة ولا البترول زادوا 38% جميع المواد على المواطن السعودي.
38% زيادة في جميع المواد على المواطن السعودي باش يخلصوا هذوك الجنود يفديوهم. والمواطن السعودي في البوادي، خاصة أنا أقصد البوادي بعض المدن نقدر نقولوا يلقاو الحل، أما المواطن في السعودي في البوادي لا طرق لا ماء لا كهرباء ولا هم يحزنون الجوع والعطش. وفلوس المملكة السعودية ما عاونتش بها الدول العربية، ما تهلاش في الشعب ديالها، مستغلها أمريكا. وتعلمون بأن المملكة السعودية تكتشف عندها البترول عام 1831، وما اعترفت به الولايات المتحدة إلا من بعد الحرب العالمية الثانية في 1948 ولا 50، وهو تكتشف عام 1831. وهما ياك يضحكوا على هذوك السواعده وكاين من السوق ينهبوا، والله اللي كيقولوا حنا كنجبدوا وغنديروا تجربه، ولا الله اعلم اش كيديروا. يعني حتى دازت جوج ديال الحروب، الحرب العالميه الاولى بدات في 1914 والحال الحرب الثانيه اللي كانت في 45 و 43، ومن بعدها عاد اعترفوا بانه كاين البترول في المملكه السعوديه. استسمح بهذا القدر، وسألقاكم في الشطر الثاني إن شاء الله الرحمن الرحيم.